أنقل كلمة لضيفي من الجزائر سيد أبو الفضل محمد بهلولي. أطرح عليك السؤال لكن بصيغة مختلفة، هل يمكن أن تنطعد الجزائر من هذه الخطوة الموريتانية؟ هل يمكن أن تعتبرها ربما تقاربا من موريتانيا على حساب الجوار بين الجزائر وموريتانيا؟ أولا لابد أن نشير على أن دولة موريتانيا هي الدولة السيادية ولديها في إبرام أي معاهدة دولية في إطار مبادئ القانون الدولي، والأكيد والمؤكد أن هذه الاتفاقية لن تؤثر على الإطلاق ما بين العلاقات الجزائرية والموريتانية. هذه العلاقات التي لديها جذور على عبر الزمن، كذلك هناك اتفاقيات ما بين الجزائر وموريتانيا، وبالتالي هذا النوع من الاتفاقيات لن يؤثر على الإطلاق على العلاقات الجزائرية الموريتانية أو حتى على مستوى المغاربي، خاصة أن موريتانيا من الدول التي تحترم القانون الدولي، وكذلك هي على دراية ما يحدث في المنطقة. لكن نعلم بأن موريتانيا يعني في ظل هذا النزاع بين الجزائر والمغرب كانت دائما تحاول أن تبقي على الحياد الإيجابي كما تسميه، لكن في الواقع هناك من يرى بأن موريتانيا كانت تبدل مواقفها ربما بتبدل الرؤساء أو حتى الحكومات الموريتانية. وما شاهدناه مؤخرا هو أن الجزائر كانت تحاول استمالة موريتانيا إلى صفها، كانت هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها، خاصة بعد قرار إنشاء خط جديد للنقل البحري للبضائع والسلع يربط بين الموانئ الجزائرية بنظيرتها الموريتانية. هناك إغراء كما تم الحديث عنه عن طريق الغاز. ألا تنتظر الجزائر بشكل أو بآخر من موريتانيا ردا للجميل أو أن تكون مصطفة إلى جانبها إن صح التعبير؟ لابد أن نشير على أن موريتانيا هي ضمن المجموعة العربية وضمن المجموعة الإفريقية، وبالتالي الاتفاقيات التجارية ما بين الجزائر وموريتانيا أمر طبيعي وتدخل في إطار سياق العلاقات ما بين الدولتين. لذا أنا كنت أشرت إلى نقطة مهمة على أن موريتانيا من الدول العربية والإفريقية التي تحترم الشرعية الدولية، وبالتالي لا يوجد شيء غير طبيعي ما بين الجزائر وموريتانيا، وبالتالي موريتانيا لديها كل السيادة، لا سيما أن الدستور الموريتاني يعطي الحق للخارجية الموريتانية أن تبرم أي اتفاقية دولية مع أي دولة، وليس له أي تأثير على العلاقات الجزائرية الموريتانية باعتبار أن موريتانيا السيدة في اتخاذ ورسم سياستها الخارجية. هنا سأتوجه إلى ضيفي في الجزائر سيد أبو الفضل بهلولي. كان لافتا للنظر هذا البيان لوزارة الخارجية الجزائرية هذا الأسبوع الذي قالت فيه بأنه الجزائر واثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سيادية في هذا الشأن، في إشارة إلى العلاقات مع إسبانيا، وإنها في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية. إلى ماذا يؤشر هذا البيان؟ هل أدركت الجزائر أنها في عزلة نوعا ما وأنها تقول بأنها تضرب بعرض الحائط أي تأييد سواء من دول شقيقة أو صديقة؟ لا لا لا، هذا ليس هو المؤشر الذي تكلمنا عليه، ولكن لابد أن نشير أن الجزائر تتكلم في إطار الشرعية الدولية، وهنالك بعض المغالطات التي تم طرحها من المغرب. أولا الصحراء الغربية ليست جمهورية وهمية، بل هي مبرمجة في لجنة الرابعة للأمم المتحدة كإقليم سوف يخضع إلى التصفية الاستعمارية. هذه من نقطة. نقطة ثانية، في قرار مهم لمحكمة العدل الأوروبية والتي من خلاله تم نقض الاتفاقيات الاقتصادية، محكمة العدل الأوروبية أعطت الصفة لجبهة البوليزاريو كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. كلها دلائل قانونية ومؤشرات في القانون الدولي على أن الصحراء الغربية هي جمهورية. إلى ذلك إلى هذا كل هذا نتجاوز كل هذا، يعني هذا الموضوع معروف، لكن نتحدث الآن عن مسألة هذه العلاقة المتوترة بين إسبانيا والجزائر، ويبدو أن الجامعة العربية لم ربما تعثرت في إصدار موقف مؤيد للجزائر، بالتالي صدر هذا البيان من الخارجية الجزائرية. لافت للنظر كان هذا البيان، كيف تؤوله أنت؟ كيف تقرأه؟ أكمل، لأنها نقاط قانونية وفي القانون الدولي. كذلك الصحراء الغربية هي عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، والمغرب يجلس مع الصحراء الغربية في الاتحاد الإفريقي، وهذا اعتراف ضمني من المغرب بجبهة البوليزاريو. أكثر من ذلك، على أن جبهة البوليزاريو تدخل إلى أروقة الأمم المتحدة، كذلك جبهة البوليزاريو على كل حال المغرب يتفاوض مع جبهة البوليزاريو يعني على موائد مستديرة، يعني هذا ليس المهم وليست نقطة النقاش هذه الليلة.
لكن مسألة البيان الجزائري بخصوص العزلة، هناك من يتحدث عن عزلة متزايدة سواء على الصعيد العربي أو حتى على الصعيد الأوروبي، خاصة بعد موقف الاتحاد الأوروبي بعد قطع العلاقات أو قطع هذه المعاهدة، معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا. أعود إلى السيد أبو الفضل بهلولي من الجزائر العاصمة، لأن الاتصال قطع معك قبل قليل، وكنت أريد أن أتحدث معك عن مسألة العزلة التي تعيشها الجزائر والتي يتحدث عنها الكثير من المراقبين صراحة، لدرجة أن الجزائر يعني مؤخرا دأبت وواظبت على توطيد العلاقات مع فنزويلا مثلا أو حتى إيران، هل لأنها في عزلة في محيطها العربي؟ أولا الجزائر لديها علاقات وصداقات مع كل الدول، فلديها علاقات مع جميع الدول سواء مع فرنسا أو مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع روسيا أو مع فنزويلا، وبالتالي الجزائر لديها علاقات مع جميع الدول، ولا يوجد أي عزلة دبلوماسية أو سياسية بالنسبة للجزائر، وبالتالي هذه العلاقات الثنائية أو في إطار المجموعة العربية والإفريقية يعطي لنا مؤشر أن الجزائر تتعامل مع جميع الدول، وهذا مصطلح أن الجزائر في عزلة دبلوماسية لا يصمد أمام التوافد الدبلوماسي لمختلف الدول على غرار دولة إيطاليا، دولة ألمانيا، الاتفاقيات التي أبرمت مؤخرا ما بين في إطار التعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كلها مؤشرات على أن الجزائر تتعامل مع جميع الدول. فقط أريد أن أرد على بعض المغالطات، زميل من المغرب يخلط في المصطلحات ما بين حق تقرير المصير الذي يؤطره القانون الدولي وما بين الحركات الانفصالية التي يرفضها القانون الدولي. لا بد أن نشير على أن اللحمة الجزائرية الداخلية واحدة متوحدة، هذا من جهة. ما يقع اليوم في الصحراء الغربية هو يؤطره القانون الدولي وهو حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي، وهذا مبرمج في الأمم المتحدة. طيب نعرف بأن لديكما وجهات نظر مختلفتان تماما بهذا الخصوص. على كل حال سنختم النقاش في هذا الموضوع لأن الوقت أزف، ونذهب إلى الموضوع الثاني، نتحدث عن تونس. شلل شبه تام عاشته تونس أمس في ظل الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي كان ناجحا بنسبة فقط 96%، مفاقما أزمة مستمرة ومزمنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومؤكدا بذلك استمرار النقابة القوية في معركة كسر العظام التي تخوضها ضد الرئيس قيس سعيد. فما هي الرسائل التي أراد الاتحاد العام التونسي للشغل تمريرها بهذا الإضراب؟ هل هي رسائل اقتصادية اجتماعية بحتة أم أن الغاية سياسية بالدرجة الأولى؟ وما هي تداعيات الإضراب العام على تونس اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟ وهل نتوقع صداما أوسع مع اقتراب موعد التصويت على الدستوري الجديد؟ لكن الآن ما هي التداعيات؟ هل يمكن أن يثني هذا الإضراب الرئيس قيس سعيد وحكومته عن المضي في بعض القرارات، وخاصة أننا نعلم أن الرئيس قيس سعيد وتونس الآن هي في مفاوضات مع بعض المؤسسات الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي بهدف الاقتراض؟ أكيد أولا لابد أن نشير على أن ما يقوم به اليوم اتحاد الشغل من إضراب يشكل وجود أو معيار على الحقوق والحريات الممارسة في تونس، وهذا يتماشى مع شرعية الرئيس التونسي الذي انتخبه الشعب، وبالتالي اليوم النقابة العمالية وضعت مجموعة من الأهداف باعتبارها كفاعل من الفواعل السلمية التي من شأنها أن تقوم بالمطالب المهنية العمالية، وهذا يعطينا نموذج على كفاح النقابات على مستوى شمال إفريقيا، وكذلك يكرس لثقافة ممارسات آليات الإضراب. أنا أعتقد على حسب تقديري أن الرسالة وصلت إلى السيد رئيس الجمهورية. حتى ربما نموذج الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس يعتبر فريدا من نوعه في المنطقة، ليس فقط المغاربية لكن العربية عموما. أكيد، لماذا؟ لأنه استعمل أولا، كنت أتكلم على معيار الحقوق والحريات في تونس، هذا مؤشر كبير ومهم، والرئيس التونسي نابع من شرعية الشعب، وبالتالي هنالك تطابق ما بين شرعية الرئيس التونسي وما بين ما تمارسه هذه النقابة من حقوقها المقررة دستوريا، هذا من جهة. وبالتالي أعتقد أنا على حسب تصوري أن الرسالة وصلت إلى قصر القرطاج الذي من شأنه سوف يفتح الرئيس التونسي باب كبير للحوار وكذلك لدراسة كل النقاط والأهداف السياسية وحتى. لكن هذه المشكلة سيد بهلولي هو أن المراقبين أو المعارضين لقيس سعيد على الأقل، ومنهم حاليا الاتحاد العام التونسي للشغل، يقولون بأنه حوار طرشان بالواقع مع الرئيس قيس سعيد، لأنه لا يريد الإنصات ولا الإصغاء إلا لمن يقترب منه أو يواليه ولا سيما في الشأن السياسي. يعني
الرئيس التونسي لديه قوة الشرعية، وهو تم انتخابه سوف ينطلق من هذه القاعدة، وهو أستاذ في القانون الدستوري، هذا من جهة، وبالتالي الحوار يأخذ عدة أشكال وعدة آليات، ويمكن أن يكون في مرحلة معينة من الحوار بعض الأمور الغير مقبولة، ولكن مع مرور الزمن واستعمال وسائل الضغط التي استعملتها النقابة يمكن أن يفتح باب الحوار أكثر فأكثر. الشيء الأساسي والمهم أن ما يمارس اليوم في تونس يدخل في إطاره الاجتماعي وفي إطاره الاقتصادي، وهذا أمر طبيعي أن تقوم، وهذه هي وظيفة النقابات العمالية، أن تطالب بالتحسين الجانب الاقتصادي وأن تكون صانعة للقرار الاقتصادي، وكذلك تحسين الأمور المهنية والعمالية وتحسين القدرة الشرائية للعامل التونسي، وهذا أمر طبيعي بل هو أمر أصيل يدخل في المهام النقابية. لذا أنت أشرت إلى نقطة مهمة على أنه نموذج في النقابات العربية، وهذا النموذج يدخل ويتطابق مع شرعية الرئيس التونسي، وهذا كله خدمة للمواطن التونسي.